بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي ان احنا نعمل الاسقاط بتاعه الابواب من البناء المعماري بشكل تفصيلي. اول حاجه اخد الفتحه المعماريه واعمل لها دوخه. طيب ارتفاعها كام؟ ارتفاعها معروف ان هي بتبقى 2 متر و20. اخد هنا 2 متر و20، 2 متر و20، اروح محول القط ده لللاير الدوت اللي احنا عملناه في السيستم بتاعنا. هتلاقي في لاير اسمه دوت اهو، دوت. اضبط الدوت من هنا، ظبطت الدوت. يبقى اي حته فيها دوت اعرف ان ده فتحه معماريه عشان ما تتلخبطش. تمام. بعد ما تفتح حلو. الخطوه دي من الدوت ده تطلع منها الحلوق والابواب، لان خلاص هتاخد اوفست، فمش هتفتحها وهتحولها للفئه بتاعت الابواب. هنعملها مع بعض دلوقتي. هرجع تاني للبلان، البلان تاني هعمل اكس لاين، اخد التخانات الحل اول، اخد كوبي اهو كده. الفتحه اللي انت شايفها دي المكان الحل الباقي. اعمل ايه؟ اخد الخط كده او انتر من هنا لهنا. انا كده حددت بدايه الحل. اخد برضو قط الثاني ده التخانه الحل. يبقى الخطين دول احطهم فين؟ احطهم في اللير الخاص بالابواب، اللير الخاص بالابواب. تمام. واغير والغي الدوت، اخليها خط عادي كده. انا خلصت الفتحه الباب. اجي بعد كده او المفروض ان الخط ده يبقى تحت، نكمل لحد الاخر تحت كده. تمام. دي نقطه. يبقى انا كده حددت الحل. اجي بعد كده اخد دلفه الباب، بدايه دلفه الباب من جوه لجوه، اللي هي اكس لاين اللي هي اللي جوه دي. يبقى هي دي. يبقى من بعد بيبقى طبعا بيبقى في 2 مللي او 3 مللي. هتاخد اوفست 2 مللي اللي هو المكان المفصله، 2 مللي بس، 2 مللي او 3 مللي. هاخد 2 مللي، 2 هتكتب 2 بقى اهو كده. يبقى دي الخط الثاني ده اللي هو بتاع فتحه الباب. تمام كده. يبقى انا كده شايف التفاصيل بدات تظهر ازاي. فتحه الباب بتفتح منين؟ بتفتح من هنا. يبقى تعمل العلامه دي، لازم العلامه دي تتعمل من زاويه الباب للسنتر الباب كده. دودت. تمام. دي معناها ان اتجاه الباب بيفتح من اليمين او الشمال، تعمل لها دوت. يبقى انا كده حطيت التفاصيل بتاعتي. ابدا بعد كده الخطوه الثانيه، اخد الارتفاع المقبض. الارتفاع المقبض بيبقى متر و10، متر و10. تمام. واحط البلوك بتاعي مع نفس الارتفاع. لو انا عايز اهتم بالتفاصيل الحاجات دي كلها تعملها جوه البلوك، ما تسيبهاش ثلاث مسيره لوحدها. اخد السنتر المقبض تمام. هنا، احطها في الارتفاع كده. يبقى انا كده ظبطت المقاس. بص مكانها مش مظبوط، المفروض ان هي داخله جوه شويه. الكالون، الكالون هتلاقيه 7 سم او 6 سم او 7 سم. اعمل 7 70 اهو. ده الكالون، ده مكان الكالون. يبقى اذا السنتر بتاع المقبض السنتر هنا. زي ما انت عاملها كده صح، بس الشكل نفسه هو المقصود، اللي هو الفريم اللي انت عامله مش مظبوط. فانت حاول على قد ما تقدر تجيب حاجه حقيقيه وترسمها. احنا عايزين نهتم بالتفاصيل علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط. دي برضه نفس الكلام، المكان تمام. المفتاح يبقى في السنتر برضه على حسب المقاس. الكالون بيبقى ليه، الكالون بيبقى ليه عمق ارتفاع وعرض، لكن الديتيلز بتاعت الكتاب والقمر والعتب والحاجات دي كلها ثابته، مش هتغيرها ثاني بقى. انت اللي تعملها بنفسك، ما تجيبش بلوكات كده. تمام. هو طبعا في النت في حاجات كتير جاهزه، بس انا مفضل ان انت اللي تبقى راسم وفاهم، عشان لو عايز تعمل اي تصميم باب بعد كده تعرف ترسمه كويس كده. انا رسمت الباب، الموضوع سهل، ما خدش مني دقيقتين، الطريقه سهله، ما فيش اي مشكله. فاضل لي ايه؟ فاضل لي اخر حاجه اللي هو البر. البر بيركب على الباب، بيبقى طب من 6 سم ل 7 سم، بيجي من السنتر الحل كده. يبقى تخانه، بيبقى تخانته 2.5 علشان الوتر اللي بيركب في الارض. البر بيقفل عليه، ما ينفعش يبقى البر اقل من الوتر. في ناس بتغلط في الحته دي، بتروح عاملين البر 2 سم، فتيجي تركب البر تلاقي دايما الوتر اللي بتاع الارضيه بارز عن البر، المفروض تقف عندها. شكلها مش حلو. فدايما بخلي البر، لو انا عايز شغل البروفيشنال مظبوط، اخليه 3 سم، من 2 سم ل 3 سم، عشان العلاقات الشغل تبقى مظبوطه والكعب اللي تحت. تمام. حط 2.5، 2.5. تمام. واخد عرض عرض البر كام؟ خليت دايما عايز على حسب التصميم بتاعك 8 6 10 زي ما انت عايز. انا خليت 6 سم، ماشي، اخليه 8 بيبقى شكلها حلو على حسب المقاس الحلو. خليه 8 خلاص. يبقى ده كده البر اللي بيقفل ما بين الحلق وما بين الباب. اخد بعد كده الشكل ده ميرور،
اعمله بول 9، كل ده هيبقى جوه البلوك الباب، يعني مش هتخليها في المعماري، كل ده يبقى جوه البلوك الباب نفسه، من جوه البلوك الباب يبقى مقفول. اخد ده بعد كده ميرور ام اي. مسافته كام هندسه؟ بتبدا من 2.5، والعرض ده ما انت عايز على حسب التصميم، شوف الصوره عندك البر مدفون ولا بره عادي ولا بره حاليه، على حسب التصميم بتركبه، لان في بر بيبقى ماشي مع وسط، في حيطه بتبقى ماشيه مع الباب، فبيبقى اصل معمول العرض باب، فبيبقى على حسب التصميم. بس انا بشرح لك اصل بس علشان تبقى عارف التفاصيل بتاعتها تبقى عامله. اخد ميرور الناحيه الثانيه، بس هو مش باين الميرور عندي في المشروع. الصور، هشوف الصور يعني، انا بس بشرح لك الاخطاء اللي في البلان في تمام الاوتوكاد، بعد كده نفتح الصور اقول لك الحاجات دي مره واحده. خلاص مش مشكله، انا كده ماشي. رسمت البر تمام. اخد الاسقاط شفت لاين اهو، اول واحده برضو مش محتاج اخد الثانيه. اطلع فوق هنا، او انا اوريدي عامل الخط، الخط ده بقى المفروض بقى شايف النقطه اللي تحت دي مسبان، المفروض دي بقى تبقى دوت لان مسبان. يبقى انت عندك اثنين دوت، الدوت الاولاني بتاع الفتحه المعماريه، والدوت الثاني بتاعت الحلق الخشب. وصلت؟ والسخانه اللي فوق ده اللي هي الحلق البر اللي هيبقى فوق الباب. اخد اوبتيك، او اخد اوبتيك كده واعمله بلون ثاني. تمام، هشيل الخط اهو، الخط ده والخط ده اعمله لها باللون الاصفر عشان تبقى واضحه قدامك تمام، واعملها على 45 او على او عمودي على حسب التصميم برضو. شايف كده؟ تمام. شايف التفاصيل اللوحه بقت باينه، هعملها برضو بنفس اللون، انا هعملها في نفس اللاير الباب بس مغير اللون من الالوان تمام. شايف التفاصيل؟ موضوع سهل جدا، مش اي حاجه، شايف شكل الباب طبعا اللي تحت البر ودي اخليها لحد الارض. طيب كده يبقى انا كده ايه، رسمت تفاصيل الباب بشكل مظبوط. شايف التصميم الباب كده مفيش اي مشكله خالص، شايف كده الشكل، حاسس ان التفاصيل مظبوط كده. من عندك هتعمل نفس الطريقه في الشبابيك.